مش هيطلع؟ اقف يلا. انت عارف ده لو ما كتبش حتى اسمه هعمل فيك ايه؟ هتعمل ايه؟ مش هعمل حاجة، بس انا هديك فلوس كتير قوي. طيب. انا هديك فلوس كتير قوي 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 لو كتب اسمه، واول ورقة تقابلك في الدوسيه ده يعني خليه يكتب اسمه فيها وخلاص وخلصنا، واثبت لي بس ان هو كتب. حاضر. خلاص. حاضر. اول ورقة تقابلك خليه يكتب فيها اسمه بس يعني. حاضر. تمام. حاضر. مش عارف كتير. انت مصمم ليه يكتب اسمه؟ عشان حبيبي ده ابن اخويا ولازم يتعالج ولازم يبقى استاذ. كويس. حاضر يعني يا استاذ. صعبان عليا. ما انا تعبت معاه. صعبان عليا الولد. حاضر. خلاص. تفضل. اول ورقه تقابلك خليه يكتب اسمه تحت. حاضر. ها تحت. حاضر. على اليمين. على اليمين. على اليمين. فين بابا؟ حاضر. اتفضل اتفضل اتفضل. قلم اهوت يا بابا. أشكرك. بابا حبيبي. بابا حبيبي. فين بابا؟ بابا الله يرحمه. حاضر. الله يرحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. ازيك يا حبيبي؟ الحمد بص لله. بص يا بابا تعالى هنا معايا هنا نكتب مثلا. يلا. الف. الف. شاطر. ب. بطة. بطنة. شطورة. ده انت ما شاء الله. اكتب زي الالف ده كده زي ده. الف. شاطر. طب انا عايزك بقى تكتب اسمك ايه؟ اسمك ها قول. سيد ها. روفين بابا. مصطفى. ده اسم. يلا استنى كده. ايه ده؟ ده إيه؟ تنازل عن ورث. انا كده فهمت. هو عايزك تتعلم عشان تمضي على التنازل وياخده لوحده. اتاري بيقول لي هديك اللي انت عايزه. لا فرصتك جات لك لحد عندك. اذا كان هو وابن اخوه وعايز ينصب انا مالي. طيب تعالى يا حبيب امسك كده اكتب يلا اسمك اللي انت كتبته هنا دلوقتي هنا ده اكتبه هنا. هنروح فين بابا؟ هنروح نجيب الشوكولاته بعد ما نكتب سيد. ايوه بسرعه. مصطفى. جميل. وهنا كمان سيد. ايوه مصطفى. شاطر. اقعد بقى اكتب في الورقه دي لحد ما انا اجي لك. ب. بطة. ايه ده؟ ما شاء الله. ب. ده كتبت؟ بطة. ايه يا سيد؟ ايه الاخبار يا حبيبي؟ عامل ايه؟ هنروح فين بابا؟ هنروح فين بابا؟ وريني. تعال هات. انت كتبت ده ايه؟ ورقه خارجيه؟ كتبت؟ ما شاء الله كتب. الحمد لله. مضى. ايه ده؟ ايه ده؟ هنروح فين بابا؟ ايه ده؟ هنروح فين بابا؟ الورقه اللي كانت هنا فين؟ هنروح فين بابا؟ المدرس خدها ومشي؟ هنروح فين بابا؟ مضاك على التنازل بتاع الورث يا سيد. شكونا بافكاركم. يلا يلا منتظرين.